في هلا في كذا نوع روتوايلر موجود على الاكيد يعني ساعه اللي بدك استاذ. لا 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 إيه إيه لا 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 انا بنصحك فيه. الا مدام واهلا وسهلا فيك. دكتور مارك اهلا بالشباب. اهلا اهلا شباب بعيرك بليز بليز دكتور مارك. مارك ما بقتل هالشيء. اهلا اهلا ليه ما بتعمل هالشيء؟ اهلا وسهلا. هاي دكتور مارك. اهلا اهلا جوتشي دي هاي لدكتور مارك. دي هاي جوتشي. جوتشي مسمينه؟ وين جوتشي؟ لازم نسموه غير شيء. شو بدنا نسميه؟ شيء شرس اكثر مثلا رامبو ما رامبو هيك شيء. رامبو ولو؟ ولو؟ شو القصة؟ شو مشكلته؟ دكتور نعم في مشكلة كتير عويصة. كان في شيء وتغير كليا. هلا هيدا انتو اخذينه من عندي؟ ايه شو بدك بتذكرته؟ لا ولا؟ بتذكرته قديه تقريبا يعني قديه؟ لا خدمت شي شهرين. شي شهرين وي اوكي 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 هلا شو البروبلم؟ شو البروبلم؟ البروبلم انه ما عم بتجوز. هاي ما عم بتجوز؟ كثير عاقل كثير عاقل ما عم بتجوز. شو عم يعمل لك يعني مثل شو غير الزواج؟ يعني بضل قاعد لحاله ايه؟ وكل هالشيء منزوق على نفسه هيك بقوة وبتجي بتحكي بتقول له جوتشي بتغنج وكل هالشيء بيطلع فيك هيك وبحزن كأنه حزين. لحظة هيدا الكافاليير أنا متذكر وبعرف كثير منيح إنه كثير شرس وبالنسبة للزواج دغري بيطحش. ما هو على الأساس أخذ ما هو قلت لي إنه هو كثير عنده ايه؟ سبق جنس مش لهالدرجه بس انه يعني هذا النوع من الكلاب بس اللي عم بيصير شو شو عم بيصير من اول ما اخذ كان بجدد معقد كان يلحوس لحوس كل شيء اوكي لحوس العظام ويبس بصد وكل شيء ولا جورد كان كثير باور كل شيء فجأة ما بعرف شو صار له. صار كل ما بدي نحكي مع عيط لجوتشي يدب على ظهر يرفع اجري. شو هيدا؟ جربنا نتجوزوا بلا جد جربنا وفي عندها كافاليير كمان. اخذنا اخذنا هي قربنا ولا شيء. اول مره وثاني مره وكذا وهي لانه بده كذا محاوله تتزبط. ما عم بيقبل يوالف ما بيوالف عن جد ما بيوالف كثير. هاي جوتشي هلا هو المعروف عنه مثل ما قلت لك انه بيطحش بس اولا بكون اوقات يمكن هيك بعده شوي حكى الحال خلي لي هون شوي انا رح اجرب اعمل شغلي هلا رح اجرب زوج عندي كافاليير اذا بتجوز ايه بضطر رده لا 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 بناخذ غير بناخذ غير هذا بصحكم فيه كل شيء له علاج خلينا نجرب انا رح اجرب زوجه هلا في عندي شغلي زوج جوتشي جوتشي روح على الدكتور باي جوتشي باي جوتشي ما تخاف جوتشي هذا دكتور مارك ما تخاف منه اوكي حبيبي باذن باذن شوي وزي انت حق اهلك انت غنجته انا خلصت انت كثير عم تغنج عشان هيك صار عنده في بدي اقول لك شو فيك تقول انت انت بدوعك بتحب تشاكر انت بتحب تشارع انت بتحب تحارج انت كلامك جارح اوكي لا بليز ما بدك انت انت حق عليك كنت شوفك عم تعمل له بتقول له هاي جوتشي هاي جوتشي هاي جوتشي قال شو بعبله عندك لازم تكون قاسي عليه بقوه لازم تكون قاسي بس هيدا كلب صغير بعده اوكي واذا كلب صغير وبعده خلص اوكي اوكي ده حق علي اوكي اوكي حق علي خلص اوكي طاقته زهقت ايه شباب في عنا مثل مشكلة صغيرة يعني غريبة أول مرة بتصير يعني شو البروبلم؟ جوتشي إنه استغربت بردة فعله يعني يمكن بده حكيم نفساني حكيم نفساني؟ أول ما حطيته مع الكلب الكافاليير برم مؤخرته فجأني جوتشي برم مؤخرته؟ ايه هو لازم يطحش يعني بتعرف كيف بيطحش عادة هو عمل هيك انا استغربت اول مرة بشوف هالمنظر يعني ليش قولك عمل هذا الشيء؟ بعتقد اذا ماني غلطان انه الكلب لما ناخده بعد شهر شهرين بيتأثر بكاركتير اصحابه شو يعني؟ شو يعني؟ ما بعرف انتو شو عاملينه شغلة صار ما بعرف يعني شو بدلك بس شو قصدك انه صار جاي؟ ما بعرف جوتشي جوتشي صار جاي؟ جوتشي جوتشي